السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في تتمة درس الفيديو السابق وهو المتطابقات الهامة. رأينا المتطابقة A زائد B للكل أس 2 تساوي A أس 2 زائد A 2 AB زائد B أس 2، والمتطابقة الثانية A ناقص B أس 2 تساوي A أس 2 ناقص 2 AB زائد ب أس 2. المتطابقة الثالثة أ ناقص ب مضروبة في أ زائد ب يساوي أ أس 2 ناقص ب أس 2 ناقص ب أس 2. هذه المتطابقات الأولى والثانية والثالثة كلها متطابقات فيها الرتبة الثانية. ننتقل الآن إلى متطابقات الرتبة الثالثة، مثلا A زائد B الكل أس 3. كيف نحصل على نشر هذا الجداء؟ A زائد B الكل أس 3 هو على شكل قوة من الرتبة 3 للمجموع A زائد B، أو جداء ثلاثة عوامل متساوية كلها تساوي A زائد B. يمكن أن نكتب، يمكن أن نحصل عليها من خلال المتطابقة الأولى، A زائد، يمكن نكتبها كذا يساوي A زائد B أس 2 مضروبة في A زائد B، ونكتب ننشر A زائد B أس 2 هي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2 عامل لـ A زائد B، ثم نقوم بالنشر A أس 2 في A هي A أس 3، A أس 2 في B هي A أس 2 B، ثم 2 AB ننتقل إلى الحد الثاني، 2 AB في A، 2 AB هي 2 A أس 2 B زائد 2 AB في B، 2 AB في B هي 2 AB أس 2 زائد 2 AB زائد ب أس 2 في A، ثم زائد ب أس 2 في B هي ب أس 3. من خلال النشر نحصل على هذا المجموع. نقوم بالتبسيط، لدينا هنا A أس 3 هنا ب أس 3 في الأخير، إذا ننظر إلى الحدود الوسطى. A أس 2 B نلاحظ أنها تتكرر هنا، A أس 2 B يعني A أس 3 زائد A أس 2 B زائد 2 A أس 2 B نفس العدد، هنا مضروبة في 1 وهنا مضروبة في 2، إذا 3 3 A أس 2 B زائد A B أس 2 هنا A B أس 2 نفس العدد مضروبة في 2 ومضروبة في 1 يعني في 3 3 A B أس 2 زائد B أس 3، فنحصل على المتطابقة الثالثة بهذا الشكل: A زائد B الكل أس 3 تساوي A أس 3 زائد 3 A أس 2 B زائد 3 A B أس 2 زائد B أس 3. كيف نقوم بحفظها؟ كيف نتذكرها بسهولة؟ إذن لدينا A زائد B الكل أس 3، نكتب A أس 3 في البداية و B أس 3 في الأخير، زائد زائد زائد، يعني لدينا أربعة حدود، 1 2 3 4، الحد الأول A أس 3 والحد الأخير B أس 3، الحدين الموجودين في الوسط فيها كلها 3 AB 3 AB، ثم نضع هنا 2 في A ونضع 2 في B، فنحصل على المتطابقة بكل سهولة. نكتب A أس 3 في البداية و B أس 3 في النهاية، وفي الوسط نكتب زائد 3 AB 3 AB زائد 3 AB، نكتب 2 على A ونكتب 2 على B بكل سهولة، فنحصل على المتطابقة.
هذه طريقة لحفظ هذه المتطابقة. ننتقل إلى متطابقة أخرى التي فيها الإشارة ناقص. ناقص بالكل أس 3. هذه المتطابقة يمكن أن نستنتجها من خلال المتطابقة الأولى. نحفظ فقط المتطابقة الأولى فنكتب هكذا ناقص ب، يمكن أن نحوله إلى مجموع أس 3. إذن سنكتب العدد الأول أس 3، أ أس 3 زائد العدد الأخير في الأخير الذي هو ناقص ب أس 3، ثم نكتب الحدين الموجودين في وسط 3 ب 3 أ في ناقص ب، 3 في أ في ناقص ب، ثم 3 أ في ناقص ب، لأن الحد الأول هو أ والحد الثاني ناقص ب، 3 أ في ناقص ب، 3 أ في ناقص ب، ونكتب 2 فوق أ و 2 فوق ب. ثم نبسط الكتابة، أ أس 3 زائد 3 أ أس 2 مع مضروبة في ناقص ب. إذن هنا تتحول إشارة زائد مع ناقص تصبح ناقص 3 أ أس 2 ب. لدينا هنا ناقص ب أس 2، ناقص ب أس 2 هي ب أس 2 لأن إشارة ناقص تصبح زائد، لأن مربع العدد السالب العدد ناقص واحد هو واحد، فنحصل على 3 أ ب أس 2 ناقص ب أس 3 تساوي ناقص ب أس 3. لكي نوضح هذه الإشارة التي أشرنا إليها، ناقص ب أس 2 هي ناقص ب في ناقص ب، لدينا إشارة ناقص ناقص مضروبة في ناقص وعطينا زائد، ثم ب في ب هي ب أس 2، ناقص ب أس 3 هي ناقص ب مضروبة في ناقص ب، ناقص مضروبة في ناقص مضروبة في ناقص، ناقص في ناقص هي ناقص هي زائد، ناقص في ناقص هي زائد، ثم زائد في ناقص هي ناقص، فتبقى لنا ب في ب في ب، يعني ب ناقص ب أس 3. إذن هكذا نحصل على المتطابقة الثالثة أو المتطابقة من الرتبة الثالثة التي فيها الفرق ناقص ب الكل أس 3. نكتب أ أس 3 في البداية ونكتب ناقص ب في الأخير، ناقص ب أس 3 هنا 3 أ أس 2 ب، 3 أ ب أس 2. بما أن ب فيه إشارة ناقص نضع هنا ناقص، و ب فيه إشارة ناقص وفيه هنا مربع نضع هنا زائد. إذا نحصل على أ ناقص ب الكل أس 3 من خلال أ زائد ب الكل أس 3 بتعويض، نعوض ب ب بناقص ب بكل سهولة، فنحصل على أ أس 3 يساوي أ أس 3 ناقص 3 أ أس 2 ب زائد 3 أ ب أس 2 ناقص ب أس 3. ألخص، أ زائد ب أس 3 تساوي أ أس 3 زائد 3 أ أس 2 ب زائد 3 أ ب أس 2 زائد ب أس 3. ناقص ب الكل أس 3 تساوي أ أس 3، ثم نكتب 3 أ ب أس 2، 3 أ أس 2 ب ب أس 3. بما أن لدينا ناقص هنا، إذا ناقص نربطه بالعدد ب، ب أس 2 فيها ناقص وفيها المربع، إذا زائد ب مع ناقص تعطينا ناقص ب، ثم ناقص ب أس 3 هي ناقص ب أس 3. بالنسبة للمتطابقة الأخرى التي فيها أ أس 3 ناقص ب أس 3، يعني فرق قوتين من الرتبة 3، نكتب أ ناقص ب
دائما، ونفتح القوسين وهنا نكتب A أس 2 زائد AB زائد B أس 2. A أس 2 زائد AB زائد B أس 2 بين قوسين هنا في الشطر الثاني أو في العامل الثاني ليس فيه ناقص. في العامل الأول دائما A ناقص B، A ناقص A أس 3 ناقص B أس 3 يساوي A ناقص B، عامل ل A أس 2 زائد AB زائد B أس 2. بالنسبة ل A أس 3 زائد B أس 3 نكتبها على شكل A أس 3 زائد ناقص ناقص B أس 3، أي A أس 3 ناقص ناقص B الكل أس 3، لأن ناقص B أس 3 يساوي ناقص B الكل أس 3. فنحصل على نفس الشكل الأول، وهكذا نكتب A أس 3 ناقص ناقص B A A ليس هكذا، إذن A ناقص ناقص B عامل ل A أس 2 زائد A في ناقص B زائد ناقص B أس 2. نعوض B بناقص B، نعوض B بناقص B. أعيد A ناقص ناقص B عامل ل A أس 2 زائد A مضروبة في ناقص B، دائما نعوض B بناقص B زائد ناقص B الكل أس 2. إذن فنحصل على A زائد B عامل ل A أس 2 ناقص AB زائد B أس 2، ناقص B الكل أس 2 يساوي B أس 2. إذن المتطابقة الثالثة أو من الرتبة الثالثة A أس 3 زائد B أس 3 تساوي A زائد B عامل ل A أس 2 زائد B أس 2 ناقص AB. A أس 3 زائد B أس 3 يساوي A زائد B عامل ل A أس 2 ناقص AB زائد B أس 2. أما A ناقص B A أس 3 ناقص B أس 3 تساوي A ناقص B عامل ل A أس 2 زائد AB زائد B أس 2. وهكذا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك أو أبوني أو سبسكرايب، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك اتركوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.